ثلاث طالبة بجمعنا شغف للتكنولوجيا ولمساعدة مجتمعنا، وبنهدف أيضا لعمل تغيير مجتمعنا. تولين ناتالي غيداء والمنتز لارا كاسبري ومرح قمصية طالبات من جامعة بيت لحم ساعدونا وأرشدونا في قسم التكنولوجيا الكودينج وقسم إدارة الأعمال البزنس. رحلتنا في تكنوفيشن بلشت لما التقينا بميار. ميار إنسانة رائعة وقوية ذات إصرار وعزيمة. هي على كرسي متحرك بتواجه العديد من التحديات والصعوبات في حياتها، ومن ضمنها عدم القدرة على إتمام المهام الأشياء العملية النشاطات اليومية. وللأسف ميار فقدت أمها وأبوها، فعشان هيك فقدت المصدر الأساسي للمساعدة. فهي عشان هيك وعشان بتواجه التحديات المالية دائما بتعتمد على المتطوعين، وفي حال عدم وجودهم بتعتمد على أختها اللي هي أصلا ساكنة كثير بعيدة عنها. وميار اتجهت لأكثر من اتجاه، فميار هي مثال راحت لفيسبوك طلبت المتطوعين، بس للأسف ما وجدت أي متطوع. اكتشفنا إنه ميار مش لحالها، فتوجهنا للمجتمع عشان نسمع منه أكثر، فزرنا الجمعية الأنطونية مؤسسة الرجاء. اكتشفنا انهم بواجهوا تحديين رئيسيين، تحدي البحث عن المتطوعين والتحدي النفسي ومحاربة الوحدة. حسب جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني سنة 2017، في 255,224 شخص ذوي احتياجات خاصة في فلسطين، و231,437 شخص عمرهم فوق ال 30 فوق 60 سنة بواجهوا هاي التحديات. طلعنا ببرنامج إنيبل. إنيبل من اسمه تمكين هدول الأشخاص في ومساعدتهم ليواجهوا هاي التحديات اللي بيواجهوها. فإحنا فكرة برنامجنا كتير بسيطة، بأنه بده يعمل ماتشين ما بين المتطوعين وما بين الأفراد المسنين وما بين مع كمان أيضا الناس اللي عندها disabilities وبتعاني من ذوي الاحتياجات الخاصة. وكمان إحنا عنا اللوجو عملنا إنه كانت اللي رسم بيساعدنا في رسمه وحدة من ذوي الاحتياجات الخاصة، واخترنا ألوان محددة. وبرضو إحنا في برنامجنا بنكون حلقة وصل ما بين هدول الفئتين اللي إحنا نسميها. فكرة برنامجنا كتير بسيطة، بنعمل أكاونت، بعدين نختار يا إما فولنتير يا إما الشخص اللي بحاجة للمساعدة، بالإضافة بنعبي معلومات بسيطة وبنحدد إذا إحنا من مؤسسة أو أشخاص عاديين. بنقدر البرنامج تبعنا بيعمل ماتشنج ما بين الطرفين على اساس الوقت، وبقدروا الطرفين يتواصلوا مع بعض من خلال مسج او تليفون. اخترنا انه برنامجنا يكون نون بروفيت، لانه اصلا الفئه المستهدفين التارجت ماركت تبعنا بيواجهوا تحديات ماليه صعبه، وكمان هدفنا تو انيبل اند امباور ذوز individuals. كمان غير هيك بدنا ننشر ونعزز ثقافة التطوع في مجتمعنا، وإحنا بدنا نركز على قيمة وأهمية الإنسان وحقه في الحياة. بالنسبة للماركتينج بلان والبروموشن، أول شيء إحنا للمستقبل بدنا نروح على المؤسسات الخيرية، بدنا نحكي لهم أكثر عن فكرة برنامجنا، وبدنا نعلمهم على كيفية استخدامه، وبدنا نحاول نعمل بارتنرشيبس معهم. غير انه بدنا نتجه للسوشيال ميديا عشان زي فيسبوك مثلا، عشان نوعي الناس اكثر عن برنامجنا. واخر شيء ممكن في المستقبل نعمل طبعا ماركتينج كامبينز. ايش اللي بيميزنا عن غيرنا من البرامج؟ انه احنا في فلسطين ما في برنامج زي برنامجنا، وايضا كمان اذا اتجهنا بشكل عالمي في برامج شبيهه في برنامجنا، ولكن هي بتكون عم تربط المتطوعين مع مؤسسات بشكل عام. بس احنا التارجت تاعنا كثير سبيسيفيك، عم بده انه يربط بين المتطوعين والانديفيدجوالز او اللي عندهم ديسابيلتيز او الافراد المسنين. كمان احنا للمستقبل حابين انه نتعاون مع مؤسسات اللي بترعى هدول الانديفيدجوالز. وكمان احنا برضه ما اكتفينا فقط بالافراد، احنا بدنا نحاول نربط من طريق برنامجنا المؤسسات اللي بترعى ذوي الاحتياجات الخاصه والمؤسسات اللي بترعى اللي عندها متطوعين.
فاينانشال ماترز برنامجنا زي ما حكينا نون بروفيت، هذا بيعني انه الريفينيو تاعتنا كثير بسيطه بس لحتى تغطي تكاليفنا، تكاليفنا كثير بسيطه هي الكمبيوتر، تطوير البرنامج والانترنت، واحنا كمان زي ما حكينا انه البرنامج تاعنا بيعتمد على المتطوعين وهذا الشيء بيساعدنا. متوقع نوصل 12% من التارجت تاعنا في ثلاث سنين، بس طبعا هذا الشيء ما راح يصير الا بمساعده، ممكن من مساعده انوفيشن او انفسترز مستقبليين او حتى من المؤسسات اللي راح نعمل نص دقيقه اللي راح نعمل معهم بارتنرشيب. الكيس اوف سكسس، احنا البرنامج تبعنا ناجح لانه بيغطي وبيعالج مشكله حقيقيه في المجتمع، كمان هو سهل للاستخدام وبعمل كونكشن، وكمان لانه باي فولنتيرز فور فولنتيرز اند انديفيدجوالز ان ادعمونا عشان نساعد هدول الاشخاص ونطلعهم من الكابوس ونخليهم مبسوطين، وكل هذا من خلال شغلكم كثير رائع، برزنتيشن تيتشينج وبزنس بلان كثير مرتبط. سوري بس انا كان في عندي سؤال انه اذا انا كشخص متطوع بدي ادخل على الابلكيشن واسجل، ما شفته سكيورتي في البرنامج انه كيف ممكن انه الشخص هذا بدي يروح على بيت بدي يدخل على بيت؟ ما احنا اول شيء عملنا من هذا البرنامج بالمستقبل، احنا ناويين انه عشان نطور هذا البرنامج بس تتوفر لنا الفرص المناسبه انه نتواصل مع مراكز شرطه او عشان نعمل سيفتي، انه مش اي فولنتير يجي يتطوع لهدول اللي يشوفوا لهدول الناس اللي احنا مستهدفينهم، يشوفوا اذا هو عنده مثلا سجل اجرامي اشياء عنده سابق انه ما يسمح له انه يصير في فولنتير. فاحنا في المستقبل في الفيجن تاعنا احنا في من هاي الشيء من الاشياء اللي احنا ناويين انه نعملها في المستقبل اذا استمر البرنامج. يعطيكم العافيه، انا كمان كان نفس السؤال والسكيورتي اهم شيء سكيورتي، بس اذا عاملين بتربطوا مع الشرطه فهذا منيح. عجبني انا بس بحكي لكم عجبني كيف حاطين الكود تبع الالوان، يعني مهتمين هالقد بكل ديتيل، كان كثير حلو البراندنج. شكرا. يعطيكم العافية، زي ما حكوا الزميلات كتير مميز، الإشي اللي قدمتوه كتير مميز وكامل، وكان أنا عندي تخوف في السكيورتي كمان. بس I have a question about follow up، يعني هلا أنت your pair الشخص مع الفولنتير، كيف رح تكون عملية المتابعة بعديها عشان تعرفوا الإمباكت؟ أول إشي إنه هو لما يفوت في البرنامج بيعمل ساين أب، إنه هو إذا بده يكون على أساس متطوع أو بده يكون إنه هو بحتاج لمساعدة. فلما يعمل ساين أب بصير في عنده حساب رح يعمل لوج إن، وإذا حد بحب يحكي عنه. وإحنا كمان حكينا إنه بيقدروا يتواصلوا دائما مع بعض من خلال التليفون والمسج، يعني دائما رح يضل في بينهم تواصل. وكمان أنا بنحددهم إحنا على أساس الوقت، لأنه كل شخص وقته محدد، فإحنا حددنا الوقت خصوصي عشان إنه ما يصير مشاكل بينهم ويختصروا الوقت أكثر. وممكن كمان في المستقبل إحنا حطينا إنه نطور برنامجنا نخلي الشات على الآب نفسه، مش إنه يبعث مسج أو يحكي تليفون. هذا الإشي كمان بيساعد على كيف فيسبوك، يعني بيضلوا يتواصلوا مع بعض. بس ما بتفكروا تعملوا زي annual feedback تشوفوا الامباكت شو صار كيف تحسن الشخص، زي assessments تعملوا لهم؟ ما احنا عندنا بالبروفايل بيكون هو يوم يعمل البروفايل تاعه بحط انه كل شيء عن حاله، وبما انه هو بيكون محدد وين اللي هو اذا هو بده يكون بيقدر يساعد ب special occasions او daily او few hours بيكون. فهو احنا على طول بدون ما الناس اللي بده يستخدم البرنامج يحط بالسيرش ايش هو بده لحاله، بمجرد انه يحط يكبس على كلمه ريكوست اسيستنس لحاله بيطلع له مين الناس وايش كل شيء عنهم حسب ايش هو الصفات اللي هو مسجلها بالبروفايل تاعه. فبيطلع له الناس اللي هو بده اياهم يساعدوه على اساس اللي هو المعلومات اللي هو مدخلها عن حاله، عشان بصير هيك في ماتشنج وترابط. يعطيكم العافيه. أنا بدي أسأل عن التكنيكال، إيش المشاكل اللي واجهتوا مع التكنيكال؟ هلا إحنا أول إشي كنا مفكرين إنه عاملين كودز، طبعاً وشوي صعبنا في الكودينج لأنه لما قرأنا الكيركلمز كان شوي يعني إنه ما عندنا إتقان للإشي لأنه شوي كان صعب، بس طبعاً كنا نفتح فيديوهات ونتعلم كيف من الكيركلمز كمان. إيش استعملتوا الـ environment للتعليم الآن؟ يمكن يسأل
ايش استعملتوا هيدا التكنولوجي؟ كيف طورتوها الاب؟ شو استعملتوا عشان تطوروا الاب؟ احنا استخدمنا اب انفنتر ولا بس اب انفنتر؟ بس اب